اري الضمانات يكفلنا ونروح على سوريا، بس ما في ضمانات خالص، ما في ضمانات. عم يروح من هنا، عم يجي خبر له عنا لهون، يا ما اعتقل يا ما اعرف وين رايح. هاي المشكله. نريد نروح معززين مكرمين، هاي اللي نريده. بس نريد كرامتنا احنا يا اخي، اهم شيء الكرامه. اذا ما عندنا كرامه ما نروح. ما في ضمانات بنوب، وين نروح؟ احنا نحاول نروح على ضمانه، نروح كلها نرحل، ما نخذ، ما يظل ولا واحد من القبال، بس ما في ضمانات يا اخي. حصار هنا المازوت ب 1500 صار، وصل لل 2000، والكاز وصل لل 2000، والبندوره وصل 3000، والبطاطا وصلت لل 4000. حرام يا زلمه. احنا معنا مسلمين؟ والله مسلمين. يعني احنا يهود يعني؟ نريد شيء ضمانات، احنا نرحل فورا، بهد البيت ونرحل انا مباشر، برحل على الوطني احسن لي. بس ما شايف ضمانات منو. الشراسه سريعه عليهم وما نرايح. ايش تلعس عبد الرحيم؟ اخي ما في ضمانات نقدر نمشي عليها. يعني حاصرونا صحيح، بس ما في ضمانات انه نقدر نروح على النظام. يعني ما في ضمانات، لو بده يطلعنا على الشمال بكون افضل، او يخلينا بقى انا هون بكون على افضل كمان، اذا بيروح على الشمال احسن. لا حول ولا قوه الا بالله. الله ستار، والله اللي حمي عبيده وبتلطف بعبيده ان شاء الله. جسرين برجاء حرتكم كثير. طبعا انا شكر شهاب الناطق الرسمي باسم هيئه العلاقات العامه والسياسيه بمخيم الرقمان. بالنسبه للقرار الروسي بفتح ممرات امنه لاهالي مخيم الرقمان، طبعا هذا مصطلح لا ينطبق على اهالي مخيم الرقمان، لان الممرات الامنه تطلق على المناطق التي تخضع او فيها حروب بين الدول او فيها حرب. منطقة الخمسة وخمسين أو منطقة مخيم الرقمان لا يوجد فيها أي حرب كانت، المنطقة منطقة خفض تصعيد. إنما أتى هذا القرار الروسي من أجل إيقاع الناس بالفخ، بفخ النظام ونظام الأسد، وفخ القرار الروسي من أجل الاعتقالات والتجنيد الإجباري لشباب أهالي لشباب مخيم الرقمان. طبعا نحن أهالي مخيم الرقمان نرفض هذه العودة إلى مناطق سيطرة النظام، وإنما نطالب بكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدول ذات الشأن بأن أمكن بإخراج أهالي مخيم الرقمان إلى الشمال السوري المحرر. أما العودة إلى مناطق سيطرة النظام نحن نرفض هذا العرض قطعا، لأنه لا يوجد أي ضمانات دولية بهذا الخصوص.